سبعتهم لك على طول. دوله كبسه كبسه. قوم يا دوله من ورا المكتب بسرعه. قوم في ايه؟ امي جايه ورايا دلوقتي يا دوله، وسايبه الحاجات في التاكسي وانا مفهمها اننا صاحب البازار. انت صاحب البازار؟ امال انا ايه؟ يالا شغال عندي. ما انا شغال. خش يا امك، اتفضلي يا امك، اتفضلي يا ست الكل. عادل يا ابن ازيك؟ اهلا يا مرات عمي. اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبي. ايه رايك يا دوله في المفاجاه دي بقى؟ دي هايله، مفاجاه هايله. انتوا حاسبوني واقفه ولا ايه؟ متقعدوني. لا اتفضلي، ده المكان كله بتاعك يا ست الكل، اتفضلي. ده عادل اول ما عرف يا ام امبارح ان انت جايه حلف انك لازم تقضي الايام اللي هتقعديها هنا عنده في البيت. هو يقدر يقول غير كده؟ لا طبعا. اهلا وسهلا، تنوري طبعا يا مرات عمي. يعني أهلا وسهلا يعني حضرتك، بس أصل هو عارفة المشكلة عندي في البيت. ما يا دولة، برغم من إن ظروف عادل يا أمي ما عندلة، يعني أخت وأم وحماته قاعدين عنده في البيت، إلا إنه برضو أول ما عرف امبارح حلف إنك لازم هتبيتي عنده. أنا عرفت حاجات كتيرة قوي امبارح. وحضرتك هتقعدي قد إيه إن شاء الله يعني؟ إيه أنا جاية عشان الروماتيزم اللي في رجلي، هما وصفوا لي دكتور بس بيقولوا عليه زحمة قوي، بس أنا أول ما هكشف همشي على طول. أيوة بس. لا يا أمي ما تقوليش كده يا أمي، ده عادل هيزعل جدا. يعني ده أول ما عرف يا أمي امبارح كده حلف إنك لازم يعني هتمشي وأنت خفة خالص. آه طبعا طبعا يا مرات عمي، أهلا وسهلا يعني، وحضرتك تنورينا يعني. بس يلا بس يلا بس روحت اللي شاي. روح روح شاي. شاي. خد هنا. نعم. انت بتبرطم بتقول ايه؟ قلت ايه؟ قلت ان مفرجتك يا رمزي. بحسب. بتحسب ايه؟ ما انا قلتها لك. اتفضلي يا ست الكل بقى، انت اكيد تعبانه يا امي من السفر، اتفضلي تعالي. بس انا ليا طلب صغير قوي كده، تفضلي اوضه انام فيها لوحدي انا والارنبين اللي انا سايباهم في التاكسي دول، اصل انا جايباهم من البلد، خفت احسن يقعدوا لوحدهم ما يقدروش يقعدوا. لا ما تقلقيش عليهم، الارنبين دول هيناموا في حضني ان شاء الله. اتفضلي بقى حاجه اوصلك. اتفضلي يا ست الكل، تعالي يا ست الكل. خد بايدي. وحشانا والله. الروماتيزم. الف حمد لله على السلامة. وسع كده وسع كده وانت مضيق الدنيا. حاضر يا ناس. عايز اروح؟ لا 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 لا، خليك انت هنا، انا هوصلها واجي لك على طول، عشان ما اعرفش هتنرفز عليك في السكه ولا حاجه. موضوع بيني وبينك والبازار مقفول علينا. دوله ما صاحب البازار. دوله ورانا. ده نورك يا حبيبتي. يجننوا يا طنط، ميرسي جدا جدا. انا مش عارفه حياتك تعبتي نفسك قوي كده ليه. لا يا حبيبتي، ده انا هاخدهم معايا تاني، اصل انا خفت اسيبهم في البلد بيخافوا يقعدوا لوحدهم. ايه ده طنط ام رمزي؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ سناء انت مالك كبرتي كده ووحشيتي؟ كبرت؟ عشان البني ادمين بيكبروا مش بيصغروا يا طنط. القلب وما يريد، أصل طول عمره هبل. ماما أنا داخلة أغير هدومي. مراية الحب عامية. أنتِ ناوية بقى إن شاء الله تقعدي فين؟ إيه والله ما أنا عارفة، لكن أي أوضة جاهزة أنا هقعد فيها أنا والأرانب. أوضة مين؟ أوضة، أي أوضة جاهزة طبعًا. أهلًا وسهلًا يا مرات عمي، ده حضرتك تنورينا والله. أصل مرات عمي هتقعد معانا يعني إن شاء الله. معانا مين؟ معانا هنا هو بإذن الله في القصر، في القصر اللي احنا جايبينه هنا إن شاء الله. يا طنط منورانا يا حبيبتي، منورانا. ايه ايه في ايه؟ انت اتجننت يا عادل؟ انا ناقصه كمان مامة رمزي تقعد عندنا. ايه يا راني في ايه؟ ما تقعد عندنا في اي اوضه وخلاص. انت بتستهبل؟ بصي انا اتدبست، رمزي الزفت ده دبسني في امه، خلاص هعمل ايه؟ شوف لها بقى اي اوضه تقعد فيها. اوكي اوكي يا عادل، انا هقعدها في الاوضه الفاضيه اللي عندنا. ايه ده، واحنا عندنا اوضه فاضيه؟ مامتي ونجلاء هيباتوا معايا في الاوضه، ومامه رمزي هتبات في اوضه مامي. طب وانا هبات فين؟ في البلكونه مع الارانب. مع الارانب. هتروح مني فين؟ هتروح مني فين؟ فين؟ وانا بسالك
همسكك يعني همسكك. اهدى بس يا دولا، انا هفهمك كل حاجه. اهدى بس يا دولا. هتفهمني ايه؟ انا تقول عليا ان انا صايع ومش لاقي حته تقويني وشغال عندك في البازار ومعيش اهلي كلهم عال عليك في الشقه بتاعتك؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين اللي قال الكلام ده اصلا؟ انت تستهبل يالا؟ امك هي اللي قالت الكلام ده. معلش يا دولا معلش. طب انا يعني كنت عايز اطمنها عليا يا دولا، ولا اقول لها يعني ان انا ما عنديش شقه وببيت هنا في البازار يا دولا؟ تقوم تقول لها ان انا اللي صايع ومش لاقي حته تقويني قد. معلش يا دولا، يعني هي الصايع دي هتلزق يا دولا؟ اه هتلزق. سمعتها هتبقى ايه قدام اهل البازار؟ علشان خاطر يا دولا والنبي، ها علشان خاطر يا دولا خليها تمشي بس وهي مطمنه عليا. يا عم ما تقولهاش على ظروفي، ما تفضحنيش يا دولا. ايوه بس بتعامل الناس اللي في البيت كلها كانهم خدامين عندها. ده انا سامعها وهي بتقول لرانيا: بنت يا رانيا هاتي شويه ميه وتعالي اغسلي رجلي. طب اقول لها بقى تغسل لها كعبها بالكب الحبر؟ استهبل. معلش يا دولا والنبي. دولا يا ابن عمي بص سامحني، ها استحملوها بس اليومين دولت يا دولا. يعني اليومين دولت، وانا بكره الصبح يا عم هروح اوديها للدكتور اللي هي عايزه تكشف عنده دولا، ويومين بس وهنرجعها البلد تاني. خلاص يا عم، انت ايه دخلت على الست دي ام ليه؟ خلاص يا عم خلاص. عشان ظروفي بس يا دولا. خلاص بس ما تقولهاش بقى تعاملهم منهم خدامين، تعاملهم بشكل محترم شويه. حاضر يا دولا. عايز حاجه تانية يا اخويا؟ لا اتكل على الله. دولا انتوا فضيتوا لها اوضه تانيه علشان الانارب؟ عارفه عاجبه فيها ايه مكادرتي؟ بتقولي حاجه يا طنط؟ لا يا حبيبتي انا ما بقولش حاجه، بس بقول يعني انت بتشتغلي ايه في المدرسه؟ بشتغل تبشيره. نعم يا اختي. مدرسه يا طنط هكون بشتغل فيها ايه؟ بشتغل مدرسه. اه اصل انا ما بحبش يا اختي الستات اللي بيشتغلوا. الست لازم تقعد في بيتها وتراعي جوزها واولادها. طب وبتقولي لي انا الكلام ده ليه يا طنط؟ انا عندي لا جوز ولا اولاد. يعني انا بقول لما تتجوزي يعني لازم تسيبي شغلك وتقعدي في البيت وتراعي جوزك وبيتك. طب وانت مالك وما الكلام زي ده بتقوله لي ليه؟ يعني عشان انا هتجوز ابنك؟ انا لسه ما وافقتش. ما وافقتيش؟ يا نهار ابيض، ما وافقتيش عليا يا طنط؟ على انك تتجوزي رمز ابني. بقى انت بتلفي وتدوري من الصبح عماله تراقبيني وتساليني 100 سؤال عشان عايزه تجوزيني رمزي. وماله رمزي يا اختي؟ ده برقبتك. وبعدين انا لسه بفكر وما وافقتش. نهار ابيض، هم في سلاقة عيلة ماشيين على الحيط قالت لك لولي ملضوم بخيط. يعني ايه عايزين ننام في اوضه غير اوضتنا؟ امال هننام فين؟ معلش يا مامي هتناموا عندي النهارده. هننام عندك النهارده؟ ده باعتبار يعني نعادل بينا وعلينا. ها عادل هينام في الصاله وانتوا هتناموا عندي في الاوضه وماما رمزي حبات في اوضتكم. انا عايزه اعرف بقى ايه حكايته ام رمزي دي؟ جاي عشان الدكتور. ايوه انا عارفه، لكن دي بتعاملنا كاننا بنشتغل عندها. مجيده يا فين الشاي؟ هي دي عمايل برضو؟ شفتي بقى انا قصدي ايه؟ معلش يا ماما استحمليها، عادل لسه مكلمني وقال لي اصلها عقلها خفف شويه وتعبانه، استحمليها بقى. حاضر هستحملها، هنشوف اخرتها ايه. حول ولا قوة إلا بالله، أدي أخرتها بقينا نخدم في البيوت. ها حطيتي 5 معالق سكر زي ما قلتلك؟ أيوة. أنت هتقعدي جنبي ولا إيه؟ ودي فيها إيدي كمان؟ لا ما فيهاش، القوالب نامت والإنصاص قامت. اتفرجي على التلفزيون اتفرجي. مش معقول، اللهم طولك يا روح. إيه يا رانيا؟ واقفة عندك ليه؟ بتحرسي الحلل؟ لا يا طنط، واقفه بطبخ. بطبخ عادي يعني. ليه يا حبيبتي؟ هو في حد بيسرق حاجه من الحلل؟ لا، في ناس بتاكل اللحمه من الحلل. افندم بقى ست انعام، انت كمان قصدك ايه؟ بتبصي لي ليه وانت بتقولي الكلمتين دول؟ يا اختي هي مش قصدها انت اللي بتاكليها. الله، وانا اصلا اعمل حاجه زي كده ليه؟ الجوع. الجوع يا حبيبتي يعمل اكتر من كده. لو سمحتي يا طنط يا مامة رمزي، مامتي ما بتعملش الحاجات دي. اه يعني قصدك انا اللي جعانه؟ انا قلت كده؟ امبارح قلتي انك شفتيني وانا بطلع اللحمه من الحله. ايه يا ام عادل حركات الخدامين اللي انت بتعمليها دي؟ اولا ده بيت ابني، يعني ليا فيه اكتر منها. الله، جرى ايه؟
ما تخف شويه على البنت، وبعدين يعني هو مش ابنك قوي بالشكل ده؟ مش ابني قوي يعني ايه يا وليه؟ مجنونه انت يعني؟ ما انتش اللي مخلفاه. عادل، مش انا اللي مخلفاه. مين اللي قال كده؟ انت يا طنط يا مامه رمزي اللي لسه قايله كده دلوقتي. انت هتجننينا يا وليه انت. شفتوا بقى اهي الحاله ابتدت عندها. انا بتكلم عن ابن رمزي. مين اللي جاب سيره رمزي دلوقتي؟ اصل انا شايفاكم عمالين بتتكلموا وتقولوا مين بيضيف مين، ونسيتوا كلكم انكم ضيوف على بيت ابن رمزي. هو انا بس اللي طالبه منكم يا جماعه ان احنا بس نصبر يومين، نستحمل ام رمزي شويه، لان المشكله ان زفت الطين رمزي ده فهم امه ان البيت ده يعتبر بيته، وان البازار ده بتاعه، وان انا اللي شغال عنده، ومن كرمه كمان مجمعنا احنا كلنا نبيت هنا في البيت بدل ما نبيت في البازار. لو ايدي طالت رقبه رمزي ده. ما توسخيش ايدك يا ماما، انا هتصرف مع زفت الطين رمزي ده. عادل انا ماليش دعوه، انت لازم تفهم مامه رمزي دي الحقيقه، انا اتخنقت. اهو شفتي بقى، انا عشان كده مجمعكم النهارده وبنتفق يا جماعه، ام رمزي مش لازم تعرف الحقيقه ابدا. يا سلام، عشان بقى نفضل احنا نشتغل عندها شغالين وهي اصلا ناقصه. يعني هو رمزي اللي زي بصي، رمزي اول مره بيطلب مني حاجه صراحه يعني، وهو طبعا سبب كل المشاكل اللي انا فيها، وسبب ان البازار حاله واقف وكل حاجه مبوظها لنا عم رمزي ده، لكن اول مره يطلب مني طلب، يعني مش معقولة يعني هقول له لأ يعني؟ وهو اللي طالبه إيه؟ أمه لما تبقى في البلد تبقى مطمنة عليه. خلاص يومين، يومين بس نستحمل فيهم أم رمزي يا جماعة، وهي راحت للدكتور وبعد كده هتتكل. إنا لله وإنا إليه راجعون. بس سوء النية اللي انت فيه، هتتكل ترجع بلدها. خلاص يا عادل خلاص، إحنا هنستحملها وهي كده كده بكرة هتتكل، هتسافر. أيوة أيوة. دولا حبيبي. طب انتوا ما كشفتوش ليه يا ابني؟ الدكتور مرضيش يا دولا. ياه، للدرجه دي يعني حالتها ما يقوس منها؟ الحمد لله الحمد لله، حالتها ما يقوس منها، الواحد مطمن عشان كده يا دولا. اهو قلنا بقى نحجز بس. انت فرحان ان حالتها ما يقوس منها؟ يعني انا مش فاهم، عملتوا ايه يعني؟ عملت ايه بعد كده؟ احنا روحنا لقينا العياده زحمه يعني، وانا بتخنق من الزحمه، فقلنا نحجز بس الحمد لله يعني. يعني حضرتك حجزتي دلوقتي والكشف بالليل؟ لا الحمد لله. بكره؟ لا الحمد لله. بعد بكره؟ لا الحمد لله. امال امتى يا طنط؟ بعد شهر. إيه؟ ايه؟ لا لا لا، هو مش شهر بالظبط، هم 28 يوم. كشف ايه ده يا طنط اللي بعد شهر؟ يا بنتي قلت لك بعد 28 يوم، اصل الدكتور ده مشغول قوي، ما عندوش ولا يوم فاضي الا بعد 28 يوم. يا ضهر ياني، شكلي كده هيرقد في السرير شهر. يا وسطي ياني، شكلي هيرقد جنبك في السرير شهر. ده الرقده معاكي ارحم يا طنط. مش هنلحق نشبع منك يا طنط، معقوله هتقعدي معانا شهر واحد بس؟ لا 28 يوم بس. تعرفي انا قلقانه، اصل الارنبين مش مولفين على المكان. يعني انتوا ركز معايا يا رمزي، دخلتوا للدكتور في اوضته؟ لا خالص. يعني ما تعرفش الدكتور ده شكله ايه؟ لا ما نعرفش خالص يا دول. طب ايه رايك في اللي يجيب لك الدكتور ده لغايه البيت عشان يكشف على امك؟ لا انت بتتكلم بجد يا دولا؟ هتقدر والنبي يا دولا؟ طبعا اقدر، امال ايه؟ يا ابني انت ابن عمي يا ابني. ربنا يخليك يا دولا. وامك دي يعني مرات عمي. لا يا راجل. طبعا يا طارق، انا خدماتي كتير جدا عملتها لك، وطول الوقت بخدمك طول الوقت بخدمك، فطبعا الصاحب ليه ايه عند صاحبه؟ ايه عادل، ايه عادل، انت كل شويه تزلني عشان حليت مكاني في الثانويه العامه. عادل غريبه يا اخي ان انت تجيب مجموع كبير برغم ان انا اللي حلل لك، والحل اللي انا عملته ما جيبش منه اي مجموع. المهم انا عايزك تمثل دور دكتور. طب انا دكتور فعلا. انت دكتور بيطر يا عم، بس في الاخر اسمه ايه؟ دكتور.
يا نهار اسود. امال لو كنت بقى حالل بدماغك انت وحالل بمجهودك هتقول ايه؟ ما علينا، عايزك تمثل دور دكتور روماتيزم مشهور. روماتيزم مشهور؟ ايه الاسم الغريب ده يا عادل؟ يا عم مش اسم ده، صفته ان هو دكتور. يعني انت هاخدك معايا هتكشف على واحده ماشي، وتقول ان هي عندها روماتيزم وتكتب لها اي علاج وخلاص. بس انا عمري ما كشفت على حيوانات عندها روماتيزم مشهور. وانا واخدك تكشف على بهيمه، دي واحده ست يا ابني. هو ده علاج على اساس ايه؟ انا عمري ما كشفت على بني ادمين. ما هي يعني ما تعتبرش بني ادمين قوي، دي ام رمزي واحد يعني صاحبنا المهم. يعني انت هتكشف عليها وتقول لها يا حاجه انا شايف ان عندك روماتيزم، وتقوم مطلع روشته وكاتب اي علاج من علاجات الروماتيزم اللي في السوق عادي يعني. بقولك يا امي ما تخبيش عليا، الناس دولت مريحينك ولا تردهم لك؟ مش انا، بس نصيحه مني، لما يمشوا ابقى هات حد يرش لك الشقه. انا يا سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. اهو جبت لكم الدكتور معايا اهو، شفت يا رمزي؟ اه يا دوله ده دكتور اهو بجد. شفت يا عم؟ عرفته لوحده اهو، ولا عارفك ولا حاجه، ده اغبى واحد في العيله اصلا. اتفضل. ازيك يا حاج؟ عامله ايه؟ والله يا ابني تعبانه قوي. زيك ايه؟ هو انت جاي تسالها ما تكشف يا دكتور وتعرف عندها ايه؟ طمني يا دكتور، طمني على امي. يا ابني هو كشف لسه؟ وريني اسنانك كده يا حاجه. بتوري له اسنانك؟ لا اسنانك انت، عايز اعرف عندك كام سنه. انا اشطر دكتور في الحكايه دي بقى. في مره جالنا حمار رئيس القسم بنفسه ما كانش عارف يسننه. والله يا جماعه والله هو مالكوا عليه حلفان، انا اللي جبت له سنه. وانت بتكشف على بهيمه ولا ايه؟ الكلام اللي انت بتقوله ده طمني يا دكتور. يا دكتور ما تعدل امال، الروماتيزم احنا قارين. انا طبعا دكتور روماتيزم مشهور، مفيش شك في الحكايه دي بقى. وعايز اعرف يا حاجه اخبار الروماتيزم معاكي ايه؟ يا دكتور انا عمال اقلق. طمني. الحاله دي مع النبتي بتبان في اللبن. نعم. يعني قصدي لون اللبن اتغير، طعمه اتغير. يعني ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ ايوه هو قصده يعني لما بتشربي اللبن بقى يا حاجه مثلا بتحس ان طعمه متغير ولا بتحس بحموضه؟ انت كنت قلت لي يا دكتور في السكه ان في علاج للروماتيزم، اصل عندها روماتيزم. انت عارف طبعا، اكيد عرفت ان عندها روماتيزم. ايه علاج الروماتيزم؟ بصوا بقى يا جماعه، يا لازم تدفن نفسها في الرمله. يا مصيبتي الكلام اللي انت بتقوله ده. طب وهتتنفس ازاي يا دكتور؟ ما هي هتدفن جسمها كله ما عدا راسها بس. يعني حضرتك تقصد ان احنا نملأ لها الاوضه رمله؟ لا لا، اوضه ايه؟ الاوضه ايه؟ هي هتدفن نفسها في رمله الواحات، وابنها يروح معاها عشان يسقيها ميه 3 مرات في اليوم لمده اسبوع. ايوه بس كده يا دكتور مش هتلحق تزرع. يبقى حط لها اسماك بقى. اتصرف يا رمزي. نعمل الحكايه دي امتى وازرع؟ من دلوقتي. تلم حاجاتك وتطلع على الواحات عدل يا حاج. من الصبح هاخد القطر. بس تعرف ان كلامك ده شبه كلام الحلاق اللي في البلد بتاعنا. ايوه امي، ما كلهم دكاتره وعارفين بعض. انا هسافر معاها بكره. طب يا رمزي تعالى اقول لك حاجه لو سمحت. مشكرين قوي يا دكتور، والله مش عارف يعني مجهودات حضرتك. ده اشطر دكتور روماتيزم في جمهوريه مصر المتحده. بقول لك ايه؟ ايه ده فلوس؟ فلوس خلي معاك ال 100 جنيه دي، انت رايح الوحيد يا دوله. ايه ما انت خدتها؟ خد ال 20 جنيه دول كمان. دي عامل بيها ايه دي؟ دي بقى عشان ترشها كماوي عشان الدوده. يلا